الجنرال العروسي قائد الناحية العسكرية الثانية تعين في 2020 في سبتمبر 2020 ديسمبر 2022 نحى و حكيت الظروف اللي تنحى فيها الجنرال العروسي في شهر ديسمبر كنت تكلمت عليه قلت بلي السيد هذا راه نحاوه مدة وعذبوه في عنتر وهذه تاع عنتر الجنرال دارها كان التعذيب باش يكسروهم معنويا يعني كي تسقسي يقول لك هذيك مداري لهم باش يتكسروا معنويا باش يعني يشوف انه الحبس احسن له من انه يبقى في كازيرما يبقى في عنتر يبقى يستنى وقتاش خاصه يعرفوا بلي عنتر حاكم مجرم حاكم هذاك قتال يعني معروف ناصر الجن يقتل بدم قادر يقتلهم يعني كي والو دونك يقعد يقول لك روح للحبس خير لي كنت كلمت عليه دونك وقلت بلي السيد ستانون ديسكري واحد ما يسمع بيه واحد ما على بالو بيه جدار العروسي ما عندوش يهدر مع جماعة مع عسكر مع سيبيلي تبادلوا الآراء كذا من هاد تكلموا على الواقع تاع المؤسسة العسكرية هذه الحكاية يتكلموا على الواقع تاع المؤسسة العسكرية وغير تمشي بشاية امشي وزفوه قالوا لهم راهو السيد يتكلم في الجيش ويتكلم على شنقريحة ويتكلم على انا تم توقيفه دونك ثلاث شهور كفاتهم باش رفضوا ميستا تاع سيفيل وميليتار اكثر من 20 واحد داهم نهار الاول تاع رمضان من الخميس وما يحكموا فيها تهمة تسريب وثائق سرية عسكرية والتآمر ضد الجيش وخاص غير حيزيدوا لهم الخيانة والتجسس كانوا رايحين يديروها لهم حسب بعض المصادر قال لك كانوا حابين يديروها لهم ولكن با ما عندهمش باش واش يحطوا وطبعا المحاكمه هذه تتم بعيد عن الانظار بورتون الجزائر كازيرنا الجزائر كازيرنا حبس كبير في كازيرنا والتلفزيون العمومي كازيرنا تيفي والتلفزيونات الاخرى ثاني كازيرنا تيفي لانه اي شيء يصدر عن العسكر كل التلفزيونات يجوزوها ما يمدوش خبر محاكمه جنرال ماجور مع جنرال واحد اخر جنرال ما تنيش اسمه دي كولونيل دي ليتون كولونيل ودي سيفيل الناس اللي كان يحكي معاهم ناس مدنيين جايبينهم قال هذا تأمر خويا ورونا المؤامرة على الجيش نحبو نعرفوها اللي تحاكموا عليها جنرالات وعشرين واحد خلينا نعرفوا واش المؤامرة هذه خلينا نعرفوا على الأقل نهار اللي القايد صالح دخل توفيق وسعي بوتفليقة وباش يطرطق ويزاح ندخلوا من الحبس قال المؤامرة على الجيش قال باللي راحوا يجتمعوا داروا اجتماع وكذا ومنا تكلموا هادو ما يتكلموش يقولوا لنا بلي راهو السيد راهم يحاكموا فينا لانه هذا يقول لي خليها بعيده على الانظار ولا واحد يتكلم على الصحافه لا احنا نتكلموا ها هنا توجد ما لا تجده في قنوات العار وفي صحافه بودورو
ونزيد نقول لك انكار باش يعلموا باللي انا لما يجي عندي خبر نكون متاكد منه، ماشي نجي نحطو في اليوتيوب عندي مصداقيتي، نشوف في احد كبار المواقع الاخباريه الدوليه. هاي ليك احنا راهو بالاسبانيا ونحطوه ثاني بالانجليزيه والفرنسيه. الجزائر الشيف دو زيميرجان ميليتير دوفون لي تريبيونال ميليتير، ونحطوه بالانجليزيه بثلاث لغات. نعم بثلاث لغات تنشر، ما تديروش كلش في الغم تفضحوا، انا هنا باش نفضحكم. فوالا الراجل قال امر الجيش، قولوا لنا كاع معنيين، احنا معنيين. اكبر مؤامره ضد الجيش وانتوما، اكبر مؤامره واكبر عدو للجيش والشعب الجزائري هم هاد العصابه الحاكمه، هاد العصابه الحاكمه، وزادوا ظهروا على حقيقتهم لما نجيبوا لهم وثائق تاع السياده تاع فرنسا تاع الصحافه الاستعماريه. قلت شوفوا راه واحد منكم من اللي راهم يقودوا فيكم في الظل، خالد النزار باباه رفع السلاح في وجه ثورة التحرير باش تلقيتو درك في المعالجه ثورة التحرير، ما درتو والو، ما تحركتوش، لا وزارة مجاهدين ولا برلمانيون، كامل على بالهم بها الحكايه، وبعثت البريه وراسلت الاخر، ومازال نزيد طبعا نعطيهم انكور مهله باش من بعد نضربها اعلاميا اعلاميا. انا مانيش تاع نجي باش نخرط نابورت ما نجي نقعد نحل ندير في اليوتيوب نرمي كلام هكذا كبر ونجي نايض، لا انا صحفي نمارس مهنتي كصحفي هنا في اليوتيوب في قنوات تلفزيونيه اخرى وفي موقع اخباري بثلاث لغات من احد كبار المواقع الاخباريه الدولية وأكبر موقع إخباري إسباني في إسبانيا، ماشي أرواح ونشر فيها على كل حال، وأرواح وخلص، لأنه هذا ما أنا مانيش تاع نكتب باطل، أنا مانيش تاع نكتب باطل، دونك شوف كل شيء ماشي في ذلي، أنه لو كان هذا السيد صح عليه كان متآمر واللي معاه متآمرين راه مكشفو راه نتكلمو راه مقلبو الدنيا، ديرنا كيما حكاية الزطلة اللي تجي من المغرب، الحدود مغلوقة، سمعت الحدود مغلوقة، ترونشيات، أسلاك شائكة، يقول لك ندخلو 100 قنطار 170 قنطار. يا خويا عبدو تلفزيون الكاميرا تاعكم، شو تلفزيوناتكم وصحفيينكم تاع صحافة بودورو، ودوهم يديروا لنا تحقيق وخلينا نشوفوا، ورونا المغرب يدخلوا عليه برك، لا طيارة لا بابور لا تران لا طوموبيل، منين دخلوا ورونا نشوفوا كيفاش تندار الكمين وكيفاش لا. ربي يقدر الخير لبلادنا، ولموعد معكم بعد لحظات يعني باش نشوفوا النقاط الاخرى، وخاصة حقيقة الجردان وجرد الكازيرنا اللي يعتمد عليها سي خالد النزار باش يلمع صورته زعما ولا ينحي عليه التهم اللي يعني اللي هو الاوصاف ديالو. بعد جينجل وبعد لحظات على كل حال نتلاقاو ونواصلوا بثلاث مواضيع اخرى. السلام عليكم ورحمه الله. الله اكبر.